بمناسبة اليوم الوطني للحرف، افتتح معرض للصناعات التقليدية، قمت بزيارته مع عائلتي. يعرض المعرض مختلف القطع التقليدية التي باتت تعكس جمال إبداع الحرفيين الذين شارك منهم 18 حرفي من عدة ولايات الوطن. والذي يشهد منذ افتتاحه، توافدا كبيرا للزوار الراغبين في اقتناء قطع مصنوعة يدويا تعكس الثقافة الجزائرية الغنية بتنوعها. تعد معارض الصناعة التقليدية من أهم محطات الحرفيين للترويج لحرفهم التقليدية، كما أنها فرصة يتطلع من خلالها الزوار على كل جديد في ذلك العالم. قمت باستغلال هذه الفرصة واقتناء بعض القطع. كما شكل المعرض فرصة لعرض العديد من الصناعات التقليدية التي تمثل مختلف جهات الوطن، على غرار الملابس والحقائب والحلي والحلويات، بالإضافة إلى المنتوجات الحرفية وصناعة الفخار. فالجزائر بلد عظيم، وهو ما يعكس تنوع العادات والتقاليد التي تسخر بها كل منطقة، وتطبعها لمسة تفرض في كل مرة لزوار المعارض جمالها الذي يثير دهشتهم في كل مرة. لا سيما الأجانب الذين يعدون من أكثر الزبائن المقبلين على القطع المحلية. والهدف كان من المعرض هو التعريف بمختلف الصناعات والمظاهر الثقافية التقليدية عبر الوطن. إن استغلال هذه المناسبات يساعد الحرف على الترويج لمنتجاته. لا سيما أن المواطن بات اليوم يعود تدريجيا إلى القطع القديمة التي تعكس بطاقة تعريفه وانتمائه.